بعد شوية الحكومة الجديدة اللي شكلها دكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء طبعا هتحلف اليمين الدستوري قدام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوالي 20 وزير تم تغييرهم مع دمج عدد من الوزارات واستحداث وزارات تانية. الحكومة بعد حلف اليمين هتبدأ اجتماعاتها فورا عشان تدخل في مكنة الشغل، لأن قدامها ملفات كتير أهداف واضحة على رأسها حفظ الأمن القومي المصري والتركيز على ملفات الصحة والتعليم وتطوير ملفات الثقافة والوعي والخطاب الديني المعتدل من أجل بناء الإنسان المصري. من أهم الملفات اللي هتشتغل عليها الحكومة من الساعة الأولى بعد حلف اليمين هو مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق، وده بناء طبعا على تكليفات واضحة وصريحة من رئيس عبد الفتاح السيسي عشان المواطن يحس بالتغيير اللي حصل. وطبعا عشان ده يحصل الحكومة محتاجة تعاون كامل من المحليات بصورة كبيرة، عشان كده هيكون في حركة محافظين في الساعات الجاية وهنشوف تغيرات كبيرة في المحافظين. خلونا دلوقتي نعرف أكتر عن أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة وأبرز الأسماء المتوقع تواجدها في التشكيل الوزاري الجديد من الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع. صباح الورد على حضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طبعا القيادة السياسية فندم تؤمن بأن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته يتحقق بالجهد والإخلاص في العمل، إزاي الحكومة الجديدة تقدر تحقق ده؟ يعني احنا طبعا في اسماء جديده كتير في الحكومه، نامل ان هو ربنا يوفقهم في مهامهم الجديده وانهم يشتغلوا بشكل كامل. اهم حاجه في رايي يعني طبعا الحكومه دي تعتبر يعني في اهم فتره، يعني احد اهم الحكومات موجوده لاسباب كتيره. يعني اولا النهارده بتحلف في 3 يوليو، ده يوم رمزي مهم جدا في تاريخ مصر حديث يعني. وكمان حقيقه انه اهم التحديات والملفات مش بس الحاجات العاجله، يعني في الجزء العاجل طبعا اللي هو متعلق بالاسواق والاسعار وغيره، ده ممكن يبقى بيتم التعامل معاه بشكل عاجل من خلال الرقابه، من خلال تطبيق ادوات اقتصاد السوق. لكن على المدى المتوسط والبعيد تحتاج الى ان يبقى تطبيق هذه الامور بشكل آلي، يعني ما نرجع لهاش كل شويه، يبقى عندنا سيستم نستطيع الاحتكام اليه ومعرفه ايه يمكن التفاصيل المختلفه فيما يتعلق به، انه ما يبقاش في سلعه باكثر من سعر، في تفاوت واسع في الاسعار او اختفاء سلع او ارتباط. فده جزء مهم. الجزء الثاني انه الحكومه لازم تعمل كفريق عمل، على اعتبار انه الاسعار مش مرتبطه بس بالاسعار والتسعير، مرتبطه بالتجاره الخارجيه، بالتجاره الداخليه، بالصناعه، بتوفير السلع كده. ملفات زي السياحه مرتبطه ومتقاطعه مع ملفات اخرى. هنا النقطه المهمه اللي مرتبطه بيه انه يبقى في عمل للفريق، مش بنتعامل مع وزارات، بنتعامل مع حكومه كامله قادره على العمل في هذا الامر. ويمكن الرئيس في حلف اليمين الرئاسي او بعد كده في تكليفه للحكومه كان حريص على ده، انه كمان الحكومه تكون قادره على فيها جانب سياسي، دور سياسي انها تجاوز، ترد على شائعات وتجاوز وتشرح للناس ما يجري بشكل واضح، ما سواء في العالم سواء هنا، تاثيرات انعكاسات الازمات العالميه، انعكاسات الازمات المختلفه الاقليميه، لانه على مدى السنوات اللي فاتت في تحديات كبيره جدا للاقتصاد وللسياسه، بالذات الاقتصاد بيتاثر جدا بحرب روسيا اوكرانيا، بالحرب في غزه، بالبحر الاحمر، بقناه السويس. يعني في تواصل واتصال العولمه او الاتصال العالمي للانعكاس للازمات كبير جدا وبيأثر بشكل مباشر وغير مباشر. ده حقيقي ممكن جدا. طيب استاذ اكرم وملف اتفضل. ملف الاقتصاد والاستثمار برضه مهم جدا، لانه يبقى في خارطه استثمار مهمه النهارده في بنيه اساسيه اتعملت على مدى السنوات اللي فاتت بشكل كبير، اعتقد الاستفاده فيها ظاهره في صفقات موجوده في الساحل او في القطاع الغربي او استثمارات خارجيه في السياحه او في العقاري او في غيره. ده يبقى مهم قوي انه يبقى في ربط كمان في توطين الصناعه، على سبيل المثال لازم الرئيس يهتم يبقى في توطين الصناعه، لان توطين الصناعه يعني فرص عمل، يعني تدريب، يعني ربط سوق العمل بغيره، بيوفر فرص عمل زي انه البنيه الاساسيه اللي موجوده في السياحه على سبيل المثال في استحقاق، لانه احنا اضعاف الاعداد السياح بيخلقوا فرص عمل، عندنا بنيه اساسيه
والسياحة المتوسطة اللي يقدر السائح يتحرك من خلال القاهرة من خلال شبكة مواصلات النهاردة وطرق بشكل سهل ومتاح وسعر مناسب. النوع ده من السياحة العالم بيستند إليه في أوروبا أو في غيره بنسبة تقريبا 30-40% من نسب السياحة بتيجي بالشكل اللي هو الفردي أو المجموعات الصغيرة، وده بناء على توفير بنية أساسية وطرق وغيره. ده برضو جزء مهم قوي يمكن التفكير فيه يعني. طيب أستاذ أكرم، احنا شفنا يعني أنه تم اختيار العديد من الوزراء اللي ليهم شعبية في الشارع، زي مثلا سيادة المستشار محمود فوزي وتم تعيينه وزير للشؤون النيابية والتواصل السياسي. فنقدر نقول أنه إيه هي رؤية الحكومة الجديدة لتحقيق رضا شعبي في الشارع؟ الرضا بيتحقق بالسياسات، بمعنى أنه انعكاس النتائج ده عندنا حاجات زي ما قلنا عاجلة، الأسعار زي الطاقة زي الكهرباء زي غيره، دي نقطة مهمة. الرضا طبعا اسم زي المستشار محمود فوزي مهم، السفير بدر عبد العاطي وزاره الخارجيه والهجره، ده الرضا في الجزء العاجل اللي هو الاسواق والطاقه والكهرباء وغيره، لكن الجزء المتوسط والبعيد هو الاهم. ان كل ده الحكومه تطور، يمكن الحوار الوطني كانوا قدموا وقالوا انه هيقعدوا مع الحكومه بعد حلف اليمين، وانه عنده في تصورات تشريعيه، تصورات تتعلق بالمشاركه السياسيه بقوانين الانتخابات بالمشاركة السياسية والحبس الاحتياطي وتوصيات الحوار الوطني مخرجاته اللي هو، والحوار الوطني برضه إنجاز مهم إنه معارضة وحكومة وتيارات مختلفة شاركت وخبراء في إعادة صياغة الخريطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي توصيات مهمة تشريعية وغيره والرئيس استجاب لبعضها. ففي خطوات هنا يمكن ترجمتها، فالرضا هنا يتحقق بانه يبقى الناس ما يجري هو ما يحدث، يعني ما يحدث بالفعل يتم تقديمه وشرحه بشكل مستمر، وفي نفس الوقت يكون في حوار طول الوقت، في تواصل، نقدر نقول انه يبقى في تواصل مجتمع. الملفات زي الصحه والتعليم والاستفاده من المبادرات الرئاسيه على سبيل المثال، الصحه مهمه جدا، والتامين الصحي الشامل وتجربه 100 مليون صحه والفيروس سي وغيره، اكيد وكثير من التجارب. طبعا احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره جريده اليوم السابع.